بسيل ليش وصلتنا ووصلت البلد لهون؟ تعرف عارف حالك وحالنا بأي موقف اليوم؟ ناس حتى مش حابة تشوفك على الشاشة، هالقد معترضة، هالقد ما بدها، هالقد عم تدعي للمقاطعة، هالقد طبعا أنا عم بحكي في ناس في 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 شوارع، يعني في أكيد مش عم بحكي عن جمهورك، بس هالقد وصلت الأمور إلى الأسوأ وإلى الحائط وإلى الطريق المسدود. أول شيء انطري لتشوف الأودينس تبع الحلقة، طب بعدين أتقرر إذا الناس حبت تشوف على الشاشة. خلينا نحكي شو شفنا تعبير على السوشيال ميديا. أكيد نحن أكثر من نظلم باستباق. حتى هيدي هلأ بنعلق عليها بالآخر. ليه؟ بالآخر بيكون بيّن بالآخر. بيكون بيّن ما هي شو جلدة الحساب بالآخر، بتحط زيح هيك بتحط التوتال. وبعدين يعني في واحد يختصر الموضوع أو يختصر تاريخ وطن وحياة وطن إذا بده بشخص، في واحد يجي يجاوبه يقول له هذا تراكم سياسات خاطئة وصلت لهون. بس ناس هل قد معبقة ضدك. بالنتيجة بدي أقول لك شو عامل أنت، شو عامل؟ أنا عامل كتير إشي وأنا عامل كتير أعداء وين ما كان جوا وبرا. تعترف يعني بهالموضوع؟ طبعا. تعترف إنه ما لك صاحب؟ لا مش معناتها ما لي صاحب. لا بدك تنوضحها، كل واحد بيفهم عزاوه. بدك تميز كتير، لكن احنا ببلد معدلته انه مجبورة محكومة بالتفاهمات لانه ما بينحكم الا هيك. بدك الطوائف وبدك الافريقا وبدك ما في حدا يعمل اكترية ولا ممكن لوحده لتعمل فريق عنده اكترية ويحكم لوحده، وطبيعة البلد وديمقراطيته التوافقية تحكم انه الناس بتتعاد مع بعضها. زيد علي الظروف على طول الاستثنائية اللي بتولد فكرة حكومة وحدة وطنية، وزيد علي أكثر من هيك تمثيل تبع كل المكونات اللي بدها تكون بقلب الحكومة، ولما بيصير في أكتريات بكل مكون بدها أنها تكون موجودة. وزيد علي أبشع من هيك انه بصير بدك على كل قرار إجماع، وهذا يلي قتلنا. هيدا اللي وصلنا أكتر شيء أكتر شيء. بس هيدا عم تتحمل أنت مسؤوليته. خليني أقولك، فهيدا النظام السياسي كله سوا عمليا إيه نحنا جينا عليه هون النظرة من قسم من الناس إنه أنتم دمجتوا فيه وصرتوا جزء منه وبطلتوا رافضينه، وهذا الشيء اللي نحنا عم ندفع ثمنه. هو السؤال إذا قبلنا بالفساد أو شاركنا بالفساد أو لا تعايشنا معه، صرت شريكة فساد أو تعايشت معه. وهو واقعا المعادلة المستحيلة إنك بدك تصلح البلد من الناس يلي سببوا له هيدا الشيء وانت وقاعده معهم، يعني بفل السوري بتعيش 15 سنه وصايه وبرجعوا نفس الناس يلي عاشوا تحت الحكم السوري او تحت الاحتلال الاسرائيلي، هن ذاتهم بدهم يعيشوا مرحله الاستقلال. نفس الشيء بدك تصلح البلد من فساد مع الناس يلي مسببين الفساد. هيدا المعادله المستحيله. بتصنف حالك تعايشت ولا واجهت؟ أهم شيء أني ما شاركت، أنا بصنف حالي أكيد قلت أني فوت ب وكلنا سوا قبلنا كل اللي بدنا نفوت بنظام بتركيبة ما سكتنا. لا ما سكتنا أبدا، سكتوا. لا يعني حتى بخطابك قلت في خطابك معي على شغلة صغيرة فضل. بس هلأ صرت مفسستين ثلاث أفكار، يعني ما قدرت أقول ولا فكرة للآخر. ليه؟ لأنه أول شيء أول شيء واحدة فكرة ليه عندي أعداء هالقد هي بتستاهل قلك ليه. يعني بس احنا بحاجة هلأ صرنا أفكار جديدة، احنا بزمن جديد هلأ معاليك عم تحكي إشياء سمعينها قبل. إذا بعترف لا، إذا أنا حدا عملت تفاهمات مع كل الناس وهيدي صعبة لأنه ما حدا بيقبل بالبلد أنك تتفاهمي معه وتتفاهمي مع خصمه، ولأنه هيدا الشيء يعني بيدل على قدرتنا أنه نقدر نجمع تنقدر نمشي البلد، لأنه البلد إذا مجمعتيه ما بيمشي. بذات الوقت إذا جمعت الناس بتصفي متهمة بالفساد، أنتوا جمعتيهم عملت أعداء فيهم لأنه أنتوا عم بتحصل حقوق، هالحقوق عم تاخديها من الناس كانوا ياخدينها، فأكيد ما يحبوك.
بدهم يخنقوك، هون اخذت نائب، هون اخذت وزير، هون اخذت مدير. عمليا هذا استعاده التوازن بالبلد اكيد بيعمل اعداء كتار، كل يلي كانوا كسرين هذا التوازن. واثنين مع الخارج اكيد لما بده يكون عندك موقف بموضوع النازحين السوريين ومختلف عن المجتمع الدولي اكيد بده يعاديك بموضوع توطين الفلسطينيين، نفس الشيء موضوع الغاز والحدود وكثير من المواضيع، موضوع سوريا. فهذا المجتمع انت ماشي بعكس التيار مثل ما بيقولوا، فاكيد رح يكون عم بشغله عم تقول انه عملنا تفاهمات معك.